الآن يا شباب خلينا نشوف المثال العاشر. المثال العاشر يا شباب بيعلمنا كيف نستخدم LCD Display، يعني بيعلمنا كيف نعرض معلومات على شاشة عرض أوكي بسيطة اللي هو شاشة عرض LCD. الآن شاشة العرض هاي الشباب اللي راح نحكي عنها اللي هي تعرض أوكي نتائج أوكي وممكن تكون كثير بسيطة، فبالتالي شاشة العرض اللي أمامنا بتعرض لي ألف نيوميريك أوكي، هي عبارة عن ألف نيوميريك LCD Display أوكي، يعني تعرض لي فقط كلام، وهي عبارة عن تو لاينز زي ما انتم شايفين، اللاين الأول واللاين الثاني. الآن هاي الشاشة ممكن نعرض عنها عليها نتائج بسيطة أوكي. الآن يا شباب المثال اللي أمامنا أوكي شابكنا البيك مايكرو كنترولر مع شاشة عرض أوكي، بحيث أنه هذا البيك مايكرو كنترولر بقرأ أنالوج فاليو اوكي بتيجي من مقاومة متغيرة طبعا عبر اللي هو الشانل 2 اللي هو RA2 بقراء لي انالوج فاليو، وهاي الانالوج فاليو شباب بعرضها وين؟ على شاشة العرض اوكي. فبالتالي الانالوج فاليو اللي عبارة عن فولتية بعرضها امامنا اوكي. فزي ما انتم ملاحظين الشباب بهاي الرسمه البيك مايكرو كنترولر شابكينها احنا مع شاشه ال سي دي، طبعا هاي شاشه ال سي دي لها كنترول لاينز والها داتا لاينز، فالبيك مايكرو كنترولر بيودي الداتا اوكي، بيودي الداتا يعني بيبعث الداتا وبيبعث الكنترول لاين اوكي لهاي شاشه ال سي دي. الان هاي شاشه ال سي دي بناء على الكنترول لاينز اللي بيجيها وبناء على الداتا لاين بتعرض لي ايش؟ بتعرض لي المسج على نفسه اوكي. طيب الان البيك مايكرو كنترولر بيقرا الانالوج فاليو اوكي اللي هو فولتيه تيجي من مقاومه بتيجي من مقاومه متغيره تيجي فولتيه، وبيجي البيك مايكرو كنترولر بيودي الداتا لوين؟ لهاي شاشه ال سي دي هو الفا نيوميريك LCD Display، وبعرض لي قيمة الفولتية زي ما تشايفين على وين؟ على هاي الشاشة أوكي. الآن بدنا ننتبه لنقطة كثير مهمة إنه هاي الشاشة بنوصل الكنترول لاينز والداتا لاينز أوكي لوين يا شباب؟ على البيك مايكرو كنترولر. الآن بدنا ننتبه إنه لهاي الشاشة درجة سطوع، فبنقدر نغير درجة السطوع اوكي تاعت هاي الشاشة من خلال أوكي بعض البنز اللي ممكن إحنا ندخلها اوكي على او بعض الانبوت اللي ممكن ندخلها على هاي الشاشه اوكي. الان يا شباب راح تشوفوا، الان راح نكتب برنامج سي وراح نشوف برنامج السي هذا بحيث بقرا لي انالوج انبوت اللي هو الفولتيه متغيره بقرا لي اياها وبعرض لي اياها يا شباب وين؟ بعرض لي اياها على هاي الشاشه اوكي. الآن من ننتبه إنه كيف من نوصل هاي الشاشة مع شو البنز اللي راح نوصلهن أوكي، وراح نشوفه الآن ببرنامج السي أوكي اللي راح نشوفه كثير أوكي كثير عملية ربط البيك مايكرو كنترولر مع شاشة ال LCD كثير بسيط. طيب الآن في عندنا يا شباب لابراري، راح نستخدم لابراري خاصة بالتعامل مع الانالوج تو ديجيتال كونفرتر راح الاي سي دي، وراح نستخدم برضه اللابراري للتعامل مع مين؟ مع شاشة ال سي دي، وبالتالي لازم هذول التو لابراري نضمنهم للبرنامج تاعنا، وبالتالي لازم باللابراري مانجر نختار انه احنا ما نستخدم الاي دي سي لابراري اوكي حتى نقدر نستخدم الفانكشن اللي فيهن، وبرضه راح نستخدم الفانكشن موجوده باللابراري اللي هو لابراري ال سي دي. طيب الان لما نكتب كودنا يا شباب بالبدايه راح نحدد كل انبوت لشاشه ال سي دي مع ايش؟ مع يعني بالبدايه لازم نحدد كل انبوت بشاشه ال سي دي او كل كنترول لاين وداتا لاين لشاشه ال سي دي مع اي بتات راح نشبكهن مع مين؟ مع المايكرو كنترولر. فبتلاحظوا يا شباب انه هاي شاشه ال سي دي الكنترول لاين والداتا لاين تاعتها احنا شابكينهن مع مين؟ مع هذول البنات بالكنترول بالمايكرو كنترولر تاعي، وبالتالي بهذول اللاينز اللي موجودات عندي هنا اللي هو ال سي دي كونكشن، انتم بالبدايه بتحددوا كل لاين بشاشه ال سي دي مع مين بدكم تشبكوه؟ مع اي بورت او مع اي بن باي بورت بالبيك مايكرو كنترولر. فطلعوا عليهم وشوفوا يا شباب اوكي هذولا يعني لازم هاي هون لازم
اللاينز هذول اللي انتم بتكتبوهن لازم يتوافقن مع مين؟ مع الكونكشن اللي امامنا. اوكي، مع الكونكشن اللي امامنا. فمثلا على سبيل المثال طلعوا هون هاي داتا 7، هاي دي 7 مشبوكه مع مين يا شباب؟ هون هيك مع مشبوكه مع ار بي 3. وبالتالي يا شباب لازم يكون هون تقولوا له اثبت ال سي دي دي 7 يعني داتا 7 ات بورت ات ار بي 3 بت. وبالتالي هاي لازم نكون اوكي محددينها مسبقا، وبالتالي كل الكونكشن لازم تكون موجوده ومحددينها ضمن هذا الجزء من البرنامج تاعي. اذا هذا بالبدايه بتكونوا محددين كل بن بالميك مايكرو كنترولر مشبوك مع مين؟ مع البن بالشاشه ال سي دي. فالدي 7 لازم تكون مشبوكه مع ار بي 3. اذا شبكتوها هيك لازم بالكود تاعكم تكتبوا له انه اثبت ال سي دي دي 7 ات اوكي ات بن 3 ببورت بي بالبيك مايكرو كنترولر. وبالتالي هيك راح يعرف المايكرو كنترولر تاعنا اوكي انه الان البت 3 ببورت بي مشبوكه مع مين؟ مع دي 7 تاعت مين؟ تاعت شاشه ال سي دي. طيب وبدكم كل الكونكشن توصفوهن بهذول اللاينز. طيب الان بعد هيك شو بنعمل؟ نكتب برنامجنا. فبالتالي هون معرف لي جلوبال فاريبلز اوكي، ومعرف لي هون تكست. هاي عباره عن ايش؟ هاي عباره عن كاركتر ستار، هذا عباره عن بوينتر من نوع كاركتر اوكي. وبلغه السي بوينتر من نوع كاركتر كانه سترينج اوكي. فبالتالي السترينج تاعيت الان اللي بدي اصير اعرضها على شاشه ال سي دي وين راح اخزنها يا شباب؟ راح اخزنها بالتكست. طيب الان بدنا ننتبه للمايكرو كنترولر تاعنا، طلعوا هون على الرسم اليمين، بقرا لي اوكي بقرا لي الانبوت عبر مين يا شباب؟ بقرا لي الانالوج انبوت او الفولتيه، بقرا لي اياها عبر اللي هو شانل 2 اوكي. وبالتالي معناته راح نهيئ هذا البن، راح نهيئها من ننتبه كانبوت، ولازم تكون يا شباب ايش؟ انالوج. اوكي الان زي ما حكينا بالبيك مايكرو كنترول اللي هو 16F887 هذا اللي احنا موجود هون بالكتاب اوكي، بيختلف عن اللي احنا شرحناه بالماده. فبالتالي بدكم تنتبهوا لهي النقطه. على كل حال خلينا نكمل اوكي. الان بقول لي انتربت كنترول حاط لي فيه صفر، عامل لي ديسيبل لكل الايش؟ لكل الانتربتس. اوكي الان بعد هيك ترايز اي ايكوال 4. شو معنى ترايز اي شباب ايكوال 4؟ ترايز اي ايكوال 4 معناه انه 001 معناها راح تكون الار اي 2 انبوت تمام والباقي اوتبوت. طيب بس بدنا ننتبه نروح على الكنترول ريجستر اللي خاص كنترول ريجستر 1 اللي خاص بالانالوج او الكنترول ريجستر اللي خاص بالاي دي، اي دي كنترول ريجستر اوكي، ونهيئ هذه الار اي 2 كايش؟ كانالوج اوكي تمام. الان اذا الترايز اي بس نهيئه كانالوج، وهنا احنا مهيئينه كانبوت تمام. الانالوج سيلكت لو هاي، هاي موجوده بالبيك 887. طيب الخطوه الثانيه يا شباب اوكي، في عندنا عدد من الفانكشن موجوده باللايبرري اللي اسمها ال سي دي، هاي بتهيئ اللي هو الشاشه تاعيتنا شاشه ال سي دي. فبالتالي بنستدعيهم بالبدايه اللي هو ال سي دي انيشلايز وال سي دي كوماند اوكي، بنبعث له ال سي دي كيرسر اوف وال سي دي كلير. هذول الشباب بيعملن ايش؟ تهيئه الشاشه تاعتنا اوكي تمام. هذول فانكشن موجودات باللايبراري. فال سي دي انيشلايز بتعمل ال سي دي ديسبلاي انيشلايزيشن، بعدين ال سي دي هاي بنبعث لها كوماند اوكي. الكوماند تاعي في واحد نوعه ال سي دي اندرسكور كيرزر اوف، هذا راح يعمل ايش؟ ال سي دي، هذا هو عباره عن ال سي دي كوماند تمام، راح يودي لي ال سي دي كوماند شو اسمه؟ اللي هو الكيرسر اوف. وهون راح نودي امر ثاني اللي هو ال سي دي كوماند، راح يودي لي كوماند للشاشه تاعتنا اسمه ال سي دي كلير. هذا راح يعمل كلير للال سي دي، يعني راح ينظف لي الشاشه. فمبدئيا اول ما يشتغل البرنامج هاي ال سي دي راح يكون ولا شيء مكتوب عليها. طيب الان بعد هيك شو كتب لي؟ كتب لي بالتكست، هيو هذا
يعني لاحظوا عبارة عن pointer of character يعامل يا شباب بلغة السي كأنه string، فبالتالي جاي اللي هنا text equal وعطاني هاي الكلمة اللي هو مايكرو إلكترونيكا. أوكي، هاي عبارة عن أول string تاعيتي، وين راح تتخزن بالtext الآن بدنا نعرضها على الشاشة. ففي عندنا أمر أو function اسمه lcd out، هذا موجود باللابراري اللي هي اسمها lcd. هذا شو بعمل؟ أوكي، ببعث لك تكست على مين؟ على شاشة ال LCD. فهون قال له LCD out 1 تكست. أوكي، بتعرفوا هاي شو راح تعمل يا شباب؟ هاي راح تنقل لي التكست تاعيتي اللي هو هيها، وين راح توديها؟ على line 1، على السطر الأول. طيب على أي position بline 1؟ على position 1، يعني على أول السطر. وبالتالي راح تنكتب هاي المايكرو إلكترونيكا، راح تنكتب وين؟ على أول سطر. ومنين البداية؟ إذن هاي الواحد معناها أول سطر، الواحد الثانية على position 1، position 1 يعني أول موقع، فبالتالي راح تنكتب هون على من البداية. فبالتالي راح يكتب هاي التكست، راح يكتب لي إياها على الشاشة. فشوفوا ما أسهل التعامل مع البيلد إن فانكشن اللي موجودات عندنا هون، وبالتالي إحنا استدعينا الفانكشن وبعثنا له التكست تاعيت، فبالتالي راح تنعرض على شاشة الـ LCD ببساطة. بس بالبداية لازم نكون شابكين المايكرو كنترولر تاعنا يا شباب، من ننتبه المايكرو كنترولر تاعي بكون شابكه مع هاي الشاشة، تمام، اللي هو الداتا لاين والكنترول لاين، تمام. ومن ننتبه انه نكون محددين ان البيك مايكرو كنترولر شو البنات بالبوتات مع مين مشبوكات مع الداتا، وهذا هيو هون محدد مسبقا، لازم هذول يتوافقن مع الكونكشن، تمام. الآن أول خطوة، إذن عرضنا هاي التكست على أول سطر. طيب شو الآن منين يجي نعمل؟ ما نقول له text equal lcd example، الآن خزننا lcd example بهذا التكست، بعدين قلت له lcd out 2-1 text، ممتاز. الآن راح ينعرض تحت هاي الجملة، أوكي، راح ينعرض تكست آخر اسمه lcd example. طيب وين راح ينعرض؟ على السطر رقم 2 على بداية السطر على position 1، وبالتالي راح ينكتب تحت المايكرو إلكترونيكا راح ينكتب LCD example مبدئيا هون LCD example. فبالتالي أول ما تشغلوا برنامجكم راح يكتب لي هذولا الجملتين، ممتاز. الآن يا شباب الريفرنس اللي بدنا نستخدمه، احنا بدنا نقرأ هون analog value، صح، من نقرأ analog value اللي هو الفولتي اللي هي الفولتي على هاي المقاومة المتغيرة، ومن نعرض نتيجته. فبالتالي هسا من نقرأ هذا الرقم نحوله لديجيتال وبعدين نعرضه على هاي الشاشة، أيوة. وبالتالي لازم نقرأ من analog، وبالتالي لازم الانالوج تاعنا هذا الانالوج to digital converter نحدد شو الفي ريفرنس تاعه. فهنا بيحدد الفي ريفرنس تاعه، فراح يستخدم الفي سي سي اوكي كفي ريفرنس. اوكي، المفروض الان نروح على الانالوج تو ديجيتال كونفرتر اللي هو انالوج تو ديجيتال كونفرتر كنترول ريجستر 1، تمام، وهناك نختار البتات المناسبه اللي راح تحدد لي انه الفولتج ريفرنس هو الفي سي سي. وبالتالي اطلعوا على برنامج اللي شرحناه سابقا بخصوص الاي دي ريجستر، الاي دي كنترول ريجستر، اوكي، وشوفوا كيف بنقدر احنا نحدد انه بدي انا الفي ريفرنس هو الفي سي سي، تمام. الان بعد هيك شو بنعمل هنا؟ بقول لي انه ترايز اي ايكوال اف اف، هاي شو بتعمل لي؟ راح تخلي لي كل بورت اي ار كونفيجرد از انبوت، وبالتالي كل بورت اي راح يكون انبوت. انا بهمني فقط اياها البت RA2 يعني 012 يعني البت رقم 2 ببورت A تكون كإنبوت، لأنه بدي أقرأ منها الأنالوج فاليو. أوكي، على كل حال الآن هنا شو بيجي بيعمل لي؟ ديلي ملي سكند، بيعمل لي ديلي 2000 ملي سكند، يعني بيعمل لي ديلي لمدة ثانيتين، تمام. يعني أول ما تشغلوا برنامجكم راح تنعرض المايكرو هاي الجملة المايكرو إلكترونيكا، وراح تنعرض تحتيها LCD example لمدة ثانيتين. طيب بعدين اكون شو قال لي؟ التكست ايكوال فولت، ماشي الحال، فاريبل ها راح يصير الان قيمته فولت، بس راح ينعرض حد الان، تمام. الان وايل 1
ممتاز. احنا شو بدنا نعمل هنا؟ راح نظلنا نقرا الانالوج فاليو تمام ونعرضها وين؟ على شاشه ال سي دي الان. طيب كيف بنقرا الانالوج فاليو؟ بلغه السي في عندنا فانكشن اسمه اي دي سي ريد، تعطوه رقم الشانل فبيجي بيقرا رقم الشانل وطور بيقرا من تعطوه رقم الشانل بيجي بيقرا الانالوج فاليو وبيحولها لديجيتال وبيخزنها بالفاريبل تمام. وبكل بساطه يا شباب اوكي، كل بساطه هو بيحول وبيحط الناتج. فالاي دي سي ريد اوف 2 معناها الان راح يقرا من شانل 2 او من ار اي 2 راح يقرا الانالوج فاليو وبيجي النتيجه بيرجعها بخزنها بالاي دي سي ار دي اوكي. هيك فعليا بكتب بهذا الفاريبل، وبالتالي الانالوج فاليو الان موجوده بالاي دي سي ريد. لاحظوا البيلد ان فانكشن هذا او الفانكشن اي دي سي ريد اللي موجود باللابراري طوالي بقرا القيمه وبحط لي اياها بهذا الفاريبل. طيب الان بعد ما قرانا القيمه بدنا نعرضها وين يا شباب؟ بدنا نعرضها على الشاشه، بس بدنا ننتبه القيمه اللي قراناها ديجيتال. القيمه اللي قراناها ديجيتال وبالتالي اوكي بدنا نعرضها. الان خلينا نشوف كيف بدي اعرضها. على كل حال حكى لي ال سي دي 2.1 تكست تكست انتو فولتج. الان شو راح يعمل هون؟ راح الان يا شباب على لاين 2 على لاين 2 على سطر 2 على اوله راح يكتب فولت فولت نقطتين فوق بعض، وبالتالي مباشره هاي ال سي دي اوت راح ينعرض راح تعرض لي على ال سي دي كلمه فولت نقطتين فوق بعض لحد الان تمام. بعد هيك شو بده يعمل؟ القيمة تاعتنا القيمة تاعتنا يا شباب ديجيتال، لكن هون بده يعرضها كايش؟ كانالوج. فكيف بيعرضها؟ ذاكرين زمان يا شباب شلون قلنا انه المايكرو كنترولر بيحول لي القيمة من انالوج لديجيتال؟ اوكي؟ شلون بيحولها من انالوج لديجيتال؟ الان نفس الشيء بدنا نعمل، طلعوا كيف بدي احولها. انتبهوا عليه شباب. أن زي ما بنعرف الشباب احنا عندنا الـ ADC تاعنا 10 بت اوكي، والـ V reference 5 فولت، وبالتالي كل 5 فولت قديش بعطيني؟ مرة قلنا 1024 تمام؟ الآن كل 5 فولت أو عفوا 5 فولت اللي هو الـ V reference بتتحول لي ل يعني لـ 2 قوة 10 بت يعني لـ 1024 أو لـ 1023 خلينا نقول عشان نكون دقيقين. احنا المره الفالي اللي حولناها كانت تقريبيه. وبالتالي ال 5 فولت راح تتحول ل 1023 وال 0 فولت راح يكون بالباينري صفر. صح؟ طيب 0 فولت صفر زي ما بنعرف. طيب ال X فولت يعني شو هذا بيعني يا شباب؟ هذا بيعني انه من صفر ل يعني الديجيتال فاليو من صفر ل 1023 متى تتحول لي؟ من صفر ل 5 صح؟ ل 5 فولت او ل 5000 ملي فولت، نفس المبدا يعني نفس المبدا صح؟ يعني 5 فولت او ال 5000 ملي فولت اللي هو راح الديجيتال فاليو اوكي راح تكون 1023. طب 0 فولت 0، وبالتالي لما يجيني لما تكون الديجيتال فاليو من 0 ل 1023 راح تعطيني انالوج فاليو من 0 ل 5 فولت او من 0 ل 5000 فولت. طيب الان الانالوج تو ديجيتال كونفرتر قرا قيمه صح واعطاني ديجيتال فاليو، فالان انا عندي ديجيتال فاليو اللي هو هاي عباره عن هون ديجيتال فاليو، هاي ديجيتال فاليو هي موجوده وين؟ بالاي دي ار سي صح، موجوده عندنا بالاي دي ار سي. الان هاي شو بدي؟ بدي اشوف شو الانالوج فاليو تاعيتها، هخليها 5000
ملي فولت طبعا. اوكي، خمس آلاف ملي فولت. طيب الآن يا شباب، احنا هون برنامجنا ال ADCRD اللي هو عبارة عن الديجيتال فاليو، هاي عبارة عن ADC underscore RD، هي عبارة عن الديجيتال فاليو. فبدي أشوف شو الفولتي تعيدته، ليش بدي أعرضها على الشاشة؟ لأنه أوكي. فالآن شو بنجي بنعمل؟ هيو الديجيتال فاليو ضرب 5000 تقسيم 1023. إذن بهاي الحالة بننتبه، زمان قسمنا على 1024، 1024 أو 1023 مش مشكلة، لأنه قيمة إحنا بنقربها تقريب أوكي، لكن هو الدقيق 1023 لازم نكون. وبالتالي راح تكون إذن الإكس فولت تاعيتي راح تكون عبارة عن ديجيتال فاليو أو الـ ADRC AD أي ADRD ضرب 5000 ملي فولت تقسيم قديش شباب؟ تقسيم 1023. هيك يا شباب راح تكون عندنا القيمة الـ XV بالملي فولت عندنا، وبالتالي هو بكود اطلعوا لي على الكود. اجى مسك الـ AD ضربها بـ 5000، طبعا احولها للونج وحطها بالتي لونج. يجوز واحد يسأل وين التي لونج؟ هيو معرفة فوق كلونج، من انتبه ما تكون انتجر ديروا بالكم. اوكي الان بعد هيك، لانه انتجر بتعرفوا لما تقسموا انتجر على انتجر بروح لفراكشن. على كل حال اذا الاي دي ار ضربته ب 5000، هيو ضربته ب 5000، يعني انا هون شرحت لكم اوكي انه فعليا انا عندي ديجيتال فاليو بدي احولها لانالوج فاليو مشان اعرضها على الشاشه، وبالتالي بدي احصل على هذا الرقم. فقلت اي دي ار دي ضرب 5000 خزنته بالتي لونج، بعدين هذا الرقم قسمته على 1023 وخزنته وين؟ بالتي لونج. اوكي هيك راح يطلع عند الرقم بالملي فولت، وبالتالي بهاي الحاله الصفر ل 1023 اللي هو الرقم تاعي اللي مخزن بالاي دي ار دي، هيك راح يتحول من صفر ضمن نطاق صفر ل 5000 ملي فولت. صح؟ تمام. يعني شباب لو يجي، لو انا ادخل 5 فولت على المايكرو كنترولر تاعي هون، ادخل 5 هون على الـ RA2، راح يتخزن الناتج اللي هو 1111 بايش؟ يعني راح يكون الناتج كله 1 اللي هو 1023. فلهيك قلت انه ال 5 فولت 1023. ولو فوتت صفر راح يكون عندي صفر. طب لو ادخل اكس فاليو راح ينحط ديجيت فاليو. طب الان هاي ديجيت فاليو بدي اعرضها، فاجيت رجعتها بدي ارجعها لارقام مشان اقدر اعرضها على شاشه مين؟ شاشه ال LCD. طيب ممتاز، اذا راح يطلع لي رقم وهذا الرقم راح يكون بالملي فولت. طيب ليش بالملي فولت؟ بالملي فولت يا شباب مشان مثلا يطلع لي هيك اكس الاكس تاعيتي، هاي اللي هي الفولت طبعا بالانالوج، مثلا ممكن تكون هيك مثلا 2 3 5 7 ملي فولت، ممكن هيك يطلع لي الجواب مثلا، انا بحكي ممكن اوكي. فبالتالي هذا الرقم، فالان ليش حولته لملي فولت؟ مشان اقدر احصل على الخانات تاعته، تمام، احصل على خانات هاي الرقم، فبالتالي راح يكون الرقم زي هيك. طيب الان شو بنعمل هون؟ اطلعوا لي سي اتش بتساوي، سي اتش عباره عن شو؟ من نوع كاركتر، وبالتالي هو انتجر يعني بايت راح يكون، بس ما ننتبه. التي لونج راح يكون قديش بهاي الحاله؟ راح يكون اللي هو مثلا 2 3 5 7 تقسيم 100، طبعا انتجر على انتجر، شو بهاي الحاله راح يطلع الجواب؟ انتجر تقسيم انتجر راح يكون
2.357، بس لانه انتجر راح يجوز يروح يجوز الفراكشن، فراح يصفي عندنا 2. اذا بالتالي بهاي الحاله بالسي اتش راح يتخزن 2. شايفين هاي الفائده؟ فبقدر بهاي الحاله احصل يا شباب على مين؟ على الاثنين. اوكي. طيب هنا اذا هاي راح تعمل لي اكستراكت الفولت اللي هو 1000 اوف ملي فولت، هاي الاف الملي فولت اللي هو هذا الرقم. طيب الان حصلنا على هذا الرقم، الان شو باجي بعمل؟ بعرضه على الشاشه. الان هون اثنين، خلينا نشوف كيف بنعرضه على الشاشه. اطلعوا يا شباب الان انتبهوا على الشاشه، الان مكتوب فولت نقطتين فوق بعض. الان بقول لي هون ال سي دي كاركتر، اذا هاي الجمله راح تعرض لي كاركتر واحد فقط، وين؟ على الشاشه. وين؟ على لاين 2 على بوزيشن 9. وين لاين 2؟ هاي لاين 2 بوزيشن 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 معناها هو راح ينعرض. شو راح ينعرض؟ ايوه لحظه، احنا شو مخزن عندنا يا شباب؟ مخزن عندنا هون رقم 2. ايوه بس لحظه يا شباب، رقم 2 هذا ديسيمال. ايوه طيب الشاشه هاي بتعرض كاركترز، اوكي ديجيتس يعني او كاركتر، فبالتالي احنا بنعطيها الاسكي فاليو وهي بتعرض لي ايش؟ الرقم الصحيح. فالاثنين هاي مثلا طبعا الصفر الاسكي فاليو 48، الواحد 49، الاثنين 50، وبالتالي اذا دائما بيكون الاسكي فاليو هو عباره عن 48 زائد مين؟ زائد الخانه اللي احنا طلعناها. وبالتالي اذا 2 لازم يكون 50، طب اذا 1 لازم يكون 49، اذا 0 48، اذا 3 51. معناته اوكي اذا هون بهاي الحاله راح نودي له احنا دائما 48 اللي هو عباره عن الاسكي للصفر زائد ايش؟ السي اتش اللي طلعت لي. وبالتالي الان لو كان عندي السي اتش 2، 2 زائد 48 راح تكون ايش؟ 50. فلو تودوا 50 لشاشه ال سي دي شو بتعرض؟ الكاركتر لل 50، كاركتر لل 50 2، فبتعرض الاثنين. احنا بالمثال تاعنا السي اتش اللي مقروءه هي 3، ف 3 زائد 48 51. فلما الان تودوا على 9 51 هاي الشاشه اوكي شو بتيجي بتعمل؟ يعني بتشوف الاسكي وشو بتعرض لي؟ بتعرض لي الكاركتر المكافئ لهاي الاسكي، فراح تكون 51 فراح تعرض لي 3. تمام شباب؟ اذا هيك ال سي دي كاركتر هذا الفانكشن هيك بيشتغل. طب بعديها شو بدي احط؟ الفاصله العشريه، ففي عندنا هنا ال سي دي كاركتر سي بي بتودوا له كاركتر دوت، وشو هو بيجي بيعرض لي اياه على الشاشه. الان شو بعدينك بدي اودي له شباب بعد الفاصل اللي هو 3 وال5 وال7؟ اوكي انا اوكي الان بدنا نستخلص هاي الاشياء. اوكي الان كيف بنستخلص الثلاث؟ اوكي ناخذ التي لونج نقسمه على 100 وبناخذ ايش باقي القسمه على 10. جربوها هاي، هذا راح تعطيني ال100 اوف ملي فولت اللي هو شو راح تكون هون بهذا المثال؟ راح تكون 3 باللي انا كاتب الرقم اللي عندي هون. فبالتالي الثلاث تاعي وين يا شباب راح يتخزن؟ اوكي راح يتخزن بالسي اتش. الان ما بودي 3، بودي 48 زائد 3، فبقول له ال سي دي كاركتر سي بي 48 زائد سي اتش. لاحظوا هذا الفانكشن ال سي دي كاركتر بتعطوه ايش؟ السطر ونقطه البدايه. اما ال سي دي كاركتر سي بي هذا شو يا شباب بتعطوه؟ بتعطوه يعني فقط الكاركتر تاعكو، بيجي وبحط لي هنا بحط لي الكاركتر على وين موجود هذا الكيرسر. تمام؟ فبالتالي راح يعرض لي الان بعد وين الكيرسر موجود؟ بعد الفاصل العشريه، وبالتالي بعد الفاصل العشريه راح ينعرض هون بهذا المثال 3. عندنا بالمثال اللي عندنا راح ينعرض لي 1. بعدينك بتستخلصوا لي ال 10 اوف ملي فولت وبتعرضوه على الشاشه، فبالتالي هذا الفانكشن راح يعرض لي بعد ايش؟ عند اخر مكان وصلنا له، وبالتالي راح يعرض لي 4. وبعدينك اخر شيء بتستخلصوا لي اللي هو
الأحد خلينا نقول اللي هو عبارة عن هذا اللي هنا مثالنا هذا سبعة، أما بالمثال اللي هون واحد، وبالتالي راح يستخلص لي الواحد، الواحد ما بعرضه زي ما هو، الآن بقول له 48 زائد واحد بالتالي 49، بالتالي هاي الشاشة تعرض الكاركتر اللي يكافئ الأسكي 49 اللي هو راح تكون بهاي الحالة كاركتر واحد أو ديجيت واحد. تمام؟ بعديها بتعرض وراها مباشرة أوكي اللي هو الفي، فبالتالي راح ينعرض لي حرف الفي. بعدين انك بتعمل ديلي ل 1 ملي سكند اوكي، وهاي الواير راح تظلها تشتغل اوكي، وبتلاحظوا راح تظلها ما الفولتي هاي بتغيروها، فبالتالي كل 1 ملي سكند برنامجي هذا راح يقرا لي الانالوج الاي دي سي ريد، راح يقرا لي قيمه الانالوج اللي فايت له من هاي المقاومه المتغيره اوكي، بقرا لي اياها بحولها ل بقراها كديجيتال، بعدينك بيحولها كرقم بالفاليو تمام حسب ما قرأناها، وبالتالي وبعرضها على وين؟ على شاشة ال LCD يا شباب. اوكي، فبالتالي هذا الشباب هو عبارة عن برنامج بيعلمنا كيف اوكي نستخدم شاشة ال LCD بعرض النتائج. الشاشة ال LCD هاي كثير بسيطة اوكي، فقط بتعرض لي الفا نيوميريك كاركترز اوكي. تمام يا شباب.